أعز وأخف هي الطريقة اللي أنا بعيش بيها حياتي والطريقة اللي بناكل بيها في البيت كلنا، وبتبتدي من المطبخ. يعني إن أنا أكل الأكل اللذيذ الطبيعي اللي أنا باكله كل يوم في بيتي أنا ولادي وجوزي، ولكن معمول بطريقة أخف. التجربة دي حبيت إن أنا أشاركها معاكم من خلال فقرات هوريكم فيها الأسرار والتبس الصغيرة اللي ممكن نطبخ بيها أكلنا اليومي. أكل البيت يا جماعة، أكل البيت العادي جدا بس بطريقة لايت، مش دايت ولكن لايت. يعني ايه مش دايت؟ يعني ما بكلش اكل ريجيم، لا، بس بلاقي ان انا في اخر اليوم بعد ما حضرت الوصفه قللت مثلا نص السعرات الحراريه، اخدت ربع الدهون المشبعه بس من الوصفه التقليديه. هي دي الفكره اللي هنعملها مع بعض. خلينا النهارده نبتدي اول حاجه بالبشاميل. البشاميل ده موجود اساسي في طبخنا كله وموجود في كل بيت. النهارده هعمل لكم بشاميل لايت وهوريكم ازاي. دي البشاميل العاديه، دي اللي كل ست بيت بتعملها واللي كل حد عارف انه عشان يعمل بشاميل لازم يستعمل زبده عشان خاطر الدقيق مثلا ما يكلكعش. ايه رايكم ان انا النهارده هعمل لكم بشاميل بدون ولا نقطه زبده ومش هتكلكع وبحليب خالي الدسم كمان؟ ركزوا بقى معايا في الحته دي لان هي دي اللي هتخليني اقدر اعمل البشاميل بتاعتي لايت. هاخد مثلا كبشتين كده من الحليب وهحط جواهم معلقتين الدقيق في الحليب الدافي، اوكي، واقلب بسرعه جدا عشان ما يكلكعش. اوكي، دلوقتي الدقيق كله باش في الحليب، هبتدي ان انا ارجعه واحده واحده في الحليب الدافي بتاعي وهو على النار واقلبه بس بشويش عشان خاطر ما يكلكعش. شويه ملح، شويه فلفل، نقطه جوزة الطيب صغيره، اقلبه، ابتدى يتقل معايا. فانا بقى هعمل ايه عشان انا بحب الطعم الحلو؟ هحط فيها معلقتين بارميجانو. هقدر ان انا اخد شويه دسم من بارميجانو، شويه كالوريز مش مشكله عشان برضو البشاميل تبقى مخدومه حلو بالطريقه اللي انا بحبها، ولكن وفرت في حاجات تانية. وطبعا في ستات بيحبوا يعملوا البشاميل التقيله، في بشاميل خفيفه وبشاميل تقيله. التقيله بقى ممكن بعد ما تسقع احط لها البيضه. وعلى فكره عايزه اقول لكل حد بيطبخ، افرض عملت الطريقه دي والبشاميل كلكعت منك، مش معناه ان انت هترميها في الزباله، ما تقلقش خالص. لو كلكعت منك مجرد ان انت هتجيب مصفه صغيره زي دي وتصفيها وهتشيل كل الكلاكيع لو حصلت يعني، وترجع تحطها على النار لحد ما تتقل. شايفين قوامها؟ ايه رايكم؟ وممكن اتقلها اكتر لو عايزه ومش مكلكعه معايا خالص اهي، زيها بالظبط زي البشاميل العاديه. وعلى فكره عايزه اقول لكم انها نفس الطعم. دلوقتي خلينا نقول ايه الفرق بين دي ودي. دي العاديه اللي بنعملها بالزبده ولبن كامل الدسم، فيها 230 سعره حراريه و4 جرام دهون، ده لكل نفر، ده البور يعني مش الكميه دي، البورشن الواحد للنفر الواحد لو حطاه على اي اكله. اما البشاميل الخفيفه الجميله اللي احنا عاملينها دي فيها تقريبا 100 سعره حراريه وواحد جرام بس دهون مشبعه اخدناه من الجبنه اللي احنا زودناها. شوفوا الفرق قد ايه، ده في البورشن لكل شخص، ده غير الاكله اللي هنحطها عليها. طبعا فرق كبير جدا، واديكوا شفتوا بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله. ولو عايزين الوصفه موجوده ورايا هنا على البورد، تقدروا ان انتوا تتابعوها، وكمان هتبقى موجوده على طول على الشانل بتاع اليوتيوب، الشانل بتاع عيشوها احلى مع هويدا. هتلاقوا ألذ واخف فيها كل الوصفات، مش بس البشاميل اللي ممكن ترجعوا لها كل مره بتطبخوا وعايزين تعملوا بشاميل لايت، لا، هتلاقوا فيها عدد كبير جدا من الوصفات هبتدي ان انا اقدمها لكم كل اسبوع وانزلها لكم كلها ألذ واكيد اخف عشان نعيش حياه اصح.